أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم البايثون. سوف نقوم في هذا الدرس بالحديث عن كيفية توظيف واستخدام البايثون، وذلك من أجل إرسال إيميلات. سوف نقوم بالاعتماد والاستفادة من المكتبات الموجودة في البايثون، وهي تقوم باستخدام ما يسمى بالـ SMTP Server، وهي اختصار طبعا لـ Simple Mail Transfer Protocol. فاستفادة من هذا السيرفر، سوف أقوم بتوظيفه وتطبيقه على أي نمط من الإيميلات والهوست الخاص بها، وأقوم بكتابة الشروط المناسبة لملائمة النمط المعين من الهوست الخاص بالإيميلات، مع تحقيق جميع الشروط المناسبة لسماحيات الوصول واستخدام الإيميل. فمثلا إذا أردت استخدام الجيميل، فعلي أولا أن أتأكد أنه قمت بإضافة ما يسمى بالأب باسورد، فهنا أقوم بتوريد هذه السماحية باسم معين، ويقوم طبعا لذلك بتزويدي بكلمة مرور أقوم باستخدامها في الابليكيشن والتطبيق الذي أقوم ببنائه في البايثون. أولا دعوني أقوم باستيراد المكتبة SMTP، وهنا سوف أقوم بإنشاء سيرفر SMTP، ونقوم هنا بذكر الهوست الخاص بالجيميل وهو smtp.gmail. على بوابة 587. بعدها سوف أقوم بالinitialization وتعريف الidentification الخاص بالسيرفر، ومن ثم سوف أقوم بضمان الإرسال المشفر، وبعدها سوف أقوم باللوجين، وهنا سوف أقوم بإضافة اليوزر نيم، وبعدها أقوم بإضافة الباسورد. لنقوم بإضافتها سوف أقوم باعتماد الإيميل التالي بهذا الشكل، وبعدها سوف أقول try، وهنا سوف أقوم بإنشاء subject لنقول مثلا important topic مع body خاص بهذه الرسالة، لنقول مثلا على سبيل المثال، ومن ثم سوف نقوم باستخدام بنية معينة نقوم بضمها في مسج، لنقول مثلا subject يساوي، ومن ثم نقوم بالنزول سطرين، وبعدها نقوم بإضافة البادي. هذه تعبر عن subject وهذه هي عن البادي، وهنا نقول format subject body، ومن ثم سوف أقوم بالإرسال، نقول send email، نقوم هنا بإضافة الإيميل الذي سوف نقوم بالإرسال منه والذي هو جيميل، وبعدها نقوم بذكر الإيميل الذي سوف أقوم بالإرسال إليه، لنقول مثلا أقوم باستخدام الهوت ميل، بعدها سوف أقوم بإضافة المسج بهذا الشكل. وفي حال ورود أخطاء accept، طبعا هنا سوف أقوم بطباعة رسالة أنه تم الإرسال دون مشاكل. أما في حال وجود أخطاء فسوف أقول هنا أنه لم يتمكن من إرسال الإيميل بهذا الشكل، ونقول هنا finally server quit. لنرى الآن ونتأكد ماذا كانت تعمل دون مشاكل. تمام، نرى أنه تم الإرسال بنجاح. إذا قمنا بالذهاب إلى الهوت ميل نرى هنا هذا الإيميل تماما كما أرسلنا. جيد جدا، فنرى هنا كيفية استخدام البايثون وذلك من أجل إرسال الإيميلات. وأستطيع أيضا القيام بإنشاء بنية لهذه المسج بطريقة مختلفة. فهنا عوضا عن استخدام هذه البنية التي هي هنا، أستطيع استخدام ما يلي. سوف أقول هنا قم بالذهاب إلى الإيميل mime text import mime text، وهنا سوف نقوم باستخدامها، فنقول طبعا باستخدام هذه البنية أيضا أستطيع أن أقوم بإرفاق ملف ليس فقط إرسال نصوص. فهنا سوف نقول مثلا
message تساوي mime text على هذا البدي. وهنا سوف أقوم بتحقيق بعض الخصائص. بالنسبة للتو أي أنه الإيميل الذي سوف أقوم بالإرسال إليه، وأقوم بنسخه هنا، وأيضا from وهو الإيميل الذي سوف أقوم بالإرسال منه، وأيضا أستطيع تعيين subject لنقول هنا subject بهذا الشكل. ومن ثم سوف أقوم هنا بدلا من استخدام السيرفر سوف أقوم بتعليقه، وبدلا من ذلك سوف أقوم باستخدام سيرفر send message، وهنا نقول message. طبعا لا حاجة لذكر هذه التفاصيل فتم ذكرها في ضمن بنية المسج. لنقوم الآن بالتأكد. دعوني أقوم بالتعديل قبلها، وذلك من أجل التأكد أنه تم الإرسال باستخدام هذه البنية. فنقول هنا بهذا الشكل. دعونا نرى الآن. نرى أنه تم الإرسال بنجاح. فبهذه الطريقة نستطيع استخدام البايثون وتوظيفه، وذلك حسب الابليكيشن الذي نقوم ببنائه، ونقوم باستخدام مختلف الهوست الخاص بالإيميل، ونقوم بتوظيفه ضمن الابليكيشن الذي نقوم ببنائه، ونقوم بالإرسال الأوتوماتيكي لإيميلات معينة بهذه الطريقة. وأخيرا أستطيع أيضا القيام بالإرسال، وذلك عن طريق استخدام بيئة مشفرة في الأساس، فهي الـ SMTP SSL. فهنا أستطيع استخدام هذه البيئة، وهنا مع بورد خاص، إما نقوم بكتابته بشكل صريح أو أقوم باستخدامه عن طريق الـ SMTP SSL Board. فلا حاجة لكتابة هذه بعدها، فهنا التشفير هو منذ البداية، ولا حاجة لكتابة الـ TLS والاستعلام عليها بشكل صريح. فالآن إذا قمنا بالإرسال أيضا تحقق الإرسال دون مشاكل. إلى هنا نكون قد أتممنا درسنا لليوم. أرجو أن يكون قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.